السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته اهلا بصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولد من خلال راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه الزقرام الى اخبار مهمه وفي غايه الاهميه سنتعرف عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون على المره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا قبل ما ندخل الى صلب موضوع الذكران، باغي نعطيكم واحد الملاحظه او تحديث بخصوص المسابقه اللي درناها باش تفوزوا معنا بايفون 15 برو ماكس. قلت لي يا وليد راك ناسينا ولا كيفاش؟ ما رانيش ناسيكم على الذكران. الاعلان على الفائز ان شاء الله حيكون في هذا الاسبوع، نظن باللي انه سيتم الاعلان عليه يوم الخميس المقبل. باقي فقط 200 تحميل للتطبيق ونوصلوا للعدد المطلوب ونعلنوا على الفائز، وانا كان مدبية يعني فقط اسبوع من الوقت ونعلنوا على الفائز باش ندخلوا في مسابقات اخرى، لانه حتى انا راني متحمس معاكم باش نديروا مسابقات اخرى افضل من هذه المسابقه ان شاء الله، يكون عندنا فائزين اكثر. فان شاء الله يوم الخميس يعني راح نعملوا لايف. المهم راح نعطيكم لي ديتاي في الفيديوهات القادمه، ولكن هذا الاسبوع كحد اقصى سيتم الاعلان عن الفائز بايفون 15 برو ماكس، ونتمنى لكم كل التوفيق وحد يعني موفق للجميع. ما نطولش عليكم، ندخلوا مباشره الى صلب الموضوع ونتكلموا عزيزي الكرام عن نهائي بطولة كأس آسيا للأمم، واللي شهدنا فيه فضيحة من العيار الثقيل، فضيحة تحكيمية. طبعا قبل ما ندخل الى الفضيحة التحكيمية خلينا نتكلم عن المباراة. المنتخب يعني القطري فاز على المنتخب الأردني بثلاثية مقابل هدف واحد، وطبعا تم يعني الاحتفال ب يعني قائد الفريق بالبشت مثل ليونيل ميسي، واصبحت هذه علامة مسجلة للبطولات التي تحتضنها قطر بطبيعة الحال. شفناها في مونديال قطر سنة 2022، وشفناها ايضا في نهائي بطولة كأس آسيا للأمم. هكذا يتم تكريم الأبطال والفائزين باللقب، وخاصة قائدي الفرق. منتخب القطري فاز بثلاثية مقابل هدف واحد، ولكن الغريب في الأمر شهدنا في هذا اللقاء تحكيم كارثي وفضيحة كان يعني ضحيتها المنتخب الأردني. اليوم شهدنا ثلاث ضربات جزاء كانت لصالح منتخب قطر، أثارت الغضب الخاص بالأردنيين وكذلك أيضا حتى العرب بصفة عامة لما شفناه في هذه البطولة. يعني منظمي هذه البطولة عزيزي الكرام كأس أمم آسيا بطبيعة الحال، التحكيم ولا خليني نقول عزيزي الكرام بطبيعة الحال البطولة كانت تمشي في سياق جميل جدا، جو حتى للمباراة الأخيرة وعينوا لهم حكم مثير للجدل. لو كنت تبحث عن الاسم نتاع هذا الحكم عزيزي الكرام تلقى العديد من الشكايات وأيضا اتهامات بالرشوة. يعني نعطيكم تلميح أوضح، هذا هو قسامة الخاص بالصين عزيزي الكرام او بآسيا. نقطة نعود الى السطر، شتو قسامة خوتي؟ تعرفوا قسامة؟ نتكلم بالنسبة للجزائريين وكذلك لاخواننا في افريقيا اللي يعرفوا قسامة، العرف تاع الصح. هذا الحكم اللي داروه في هذا النهائي عزيزي الكرام نسخة طبق الاصل، شكايات ضده، منتخبات شتكت ضده، العديد من النقاط كانت ضد هذا الحكم. وبطولة أمم آسيا يعني جابته حتى للمباراة الأخيرة وعيناته. يعني علاش؟ ثلاث ضربات جزاء لمنتخب قطر، الجميع شك باللي انه تم شراء هذا الحكم. يعني واحد عاقل ولا مش عاقل يقول لك نو شراء الحكم. وشفنا لقطات على الذاكره الظاهره امامكم تبين لنا باللي انه الاهداف اللي سجلها ولا ضربات الجزاء اللي اعطاها حكم المباراه لمنتخب قطر يعني اكثرها فيها جدل كثير، ما كانش ضربة جزاء. وفي بعض الحالات على الذاكره شفنا سيناريوهات غريبه كيف كان الحكم يعطي ضربات الجزاء. يعني صراحة احنا كرهنا كرة القدم. أنا واحد من الناس أو ممكن بزاف ناس يأيدون الرأي، هربنا من بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب التحكيم الفاضح والفاسد عزيزي الكرام والمهازل التحكيمية، واللي كانوا يستعملوا تقنية الفار من أجل تصفية بعض المنتخبات من هذه البطولة، بطولة كأس أمم أفريقيا سنة 2024 بساحل العاج. والمنتخب الوطني الجزائري كان أنا بالنسبة لي ضحية من التحكيم، الفار حرمنا من العديد من اللقطات عزيزي الكرام، والتحكيم كان سبب من الأسباب اللي جعلت المنتخب الوطني الجزائري يخرج من البطولة من الدور الأول وفي رصيده نقطتين. هربنا من هذه المهازل، وأنا رحت نشجع المنتخبات ورحت نتفرج ويعني باه نستمتع قليلا ببطولة كأس آسيا للأمم، ولكن شفنا نفس الشيء عزيزي الكرام، كرهتونا في كرة القدم، والله غير كرهتونا في كرة القدم. التحكيم اللي نورمال مداروه به يكون حكم نزيه ويقود المباراة عزيزي الكرام بشكل جيد، شفنا عزيزي الكرام انه راه يستعمل ضد بعض المنتخبات ولتأهيل بعض المنتخبات ولطرد واقصاء بعض المنتخبات. المنتخب الاردني قدم بطولة مثيرة وكذلك بطولة خرافية عزيزي الكرام، لا احد ينكر ذلك،
وقدموا يعني مشوار تاريخي في هذه البطولة. كان ينقصهم فقط الفوز، ولكن إن شاء الله ما قدر فعل. شفنا سيناريو مثل هذا. أنا ما رانيش نبرر خسارة المنتخب الأردني بسبب التحكيم، ولكن الحكم عزيزي كرم هذا مثير للجدل. تكلموا عن المباريات السابقة نتاعه. طبعا كل المباريات يعطي العديد من الكرات الصفراء والحمراء، وكانت أيضا بعض التعليقات سابقا بخصوص هذا الحكم. أثبت الاتحاد الآسيوي على الصيني مانينغ تلقي رشوة من نادي إيراني سنة 2015-2016، وذلك في مباراته أمام وضد فريق النصر السعودي، حيث احتسب هذا الحكم ركلة جزاء من وحي خياله، وتم معاقبته بإيقافه عن التحكيم آسيويا لمدة 4 أشهر فقط، ومن ثم عاد إلى البطولات وكذلك أدائه لوظيفته التحكيمية بدون أي يعني انزعاج أو شيء من هذا القبيل. تحسب لأنه حكم جابوه باه يعني يأهل بعض الأندية وبعض المنتخبات، من بعد يعاقبوه بطولة طفيفة جدا، ومن بعد الذكرى يرجعونه إلى الميادين، وكذلك أيضا ليعود إلى وظيفته المعتادة. وكان تبحثوا عن مانينغ اسم هذا الحكم عزيزي كرام، تعرفوا باللي أنه حسب المصادر والمقالات، أنا ما تبعش آسيا بشكل كبير، ولكن تسمع باللي أنه هذا الحكم يعني تلقى رشاوي وإلى آخره. للأسف الشديد التحكيم راح يخسرنا كرة القدم. وطبعا حتى حارس يعني منتخب الأردن بعد المباراة صرح قائلا: ما بحكي غير حسبي الله ونعم الوكيل على كذا تحكيم. وهي اللقطة اللي أثارت الجدل عزيزي كرام، اللقطة التي أثارت الجدل وأغضبت الجميع. يعني هنا اللاعب رقم 11 ما لمسوش يعني مدافع منتخب الأردن، ولكن سقط ضربة جزاء من وحي الخيال. من بعد أعزائي الكرام السيناريو تغير 360 درجة. فما عليكم أعزائي الكرام يعني بالنسبة للتحكيم، وزيد بالزيادة الفيفا واش دارت خاوتي؟ الفيفا قالت باللي أنه لازم نديروا كارت أزرق. احنا عندنا الكارت الأصفر والكارت الأحمر، قالت لك لا نزيد لكم الكارت الأزرق، وهذا الكارت يعني يحمي يعني الحكام اللي يكونوا في الساحة، يعني يتضمن من بعض اللاعبين ولا بعض اللاعبين يشتكون من التحكيم، يعطيه بطاقة زرقاء يخرج مباشرة من الميدان لمدة 10 دقائق، ولا تحصل عليها مرتين يعني سيتم طرده وذلك بشكل رسمي. يعني العقوبة نتاعها مثل يعني الكرت الأصفر، ولكن بالإضافة أنه يخرج من أرضية الميدان لمدة 10 دقائق. أنا راني نشوف الفيفا راها تحمي الحكام بعد هذه المهازل اللي راني نشوفوها في الآونة الأخيرة. وطبعا سيتم استعمال الكرت الأزرق حسب رأيي الشخصي لبعض المصالح الشخصية. ما طولش عليكم أعزائي الكرام، ندخلوا إلى الخبر الموالي. طبعا أحد المعلقين في قناتي صرح عليه هذا السؤال، صرح عليه قائلا: ماذا عن خبر مقترح يعني بقرة مجيد كمدربا للفريق الوطني الأول بعدما أنه الفاف أعلنت فسخ عقد بالماضي؟ نظن ما رحش يرجع للجزائر. يعني قال لي علاش ما نجيبوش هذا المدرب، وما هي الأخبار التي تداولت في الأول الأخيرة أنه ممكن هذا المدرب يجي يدرب المنتخب الوطني الجزائري. أعزائي الكرام أنا تكلمت معه سابقا يعني مجيد بوقرة، تكلمت معاه يعني عبر حساباتي الرسمية ورد عليا عزيزي الكرام، قلت له واش انت هو راح تكون المدرب الجديد، ودرت عليها فيديو ديجا سابقا، ولكن اجيب هذا التعليق عزيزي الكرام. قال لي انا لن اخلف مكان جمال الماضي، وهذا القرار اتخذته منذ يعني نهائي بطولة الشان التي اقيمت في الجزائر. هو حاليا يبحث عن التدريب بشكل يومي، وحاليا راح مع الأندية في البطولة القطرية. نتمنى له كل التوفيق، ولكن مستقبلا ممكن بعد سنوات القادمة راح يجي يدرب المنتخب الوطني الجزائري، ولكن في الوقت الحالي ما نظنش عزيزي الكرام اللي انه راح يجي، لانه رافض فكره يعني الدخول مكانه وراء جمال ماضي مباشره، وقال باللي انه يكون احترام كبير جدا لهذا المدرب. اما بالنسبه لهيرفيرونار وحقيقه موافقته انه يدرب المنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل رسمي، هذا الخبر لا اساس له من الصحه عزيزي الكرام. هيرفيرونار لم يوافق لحد الساعه تدرب المنتخب الوطني الجزائري. هو وافق به يدرب منتخب الفيله لطيله يعني نهايه هذه البطوله، بطوله كاس امم افريقيا سنه 2024 بساحل العاج، ولكن الاتحاد الفرنسي لكره القدم رفض بحكم انه عنده عقد يرتبط مع منتخب فرنسا للسيدات. فبالتالي عزيزي الكرام المدرب مالغري انه كان حاب يدرب منتخبات افريقيه، الا انه الاتحاد الفرنسي رفض. ولكن واش قرر يدرب منتخب الوطني الجزائري؟ المدرب صرح لمنتخب مصر اللي حتى هو عزيزي الكرام اتصلوا به بعض الصحفيين المصريين واش راح يجي يدرب المنتخب المصري بعد رحيل روي فيتوريا، اكد لهم باللي انه لن يدرب اي منتخب لانه راح يرتبطه عقد مع فريق سيدات فرنسا حتى ينتهي العقد نتاعو اللي يكون بعد اولمبياد باريس لما مانيش عارف عزيزي الكرام. من بعد عاد عزيزي الكرام راح يقرر ما هي الانديه ولا المنتخبات اللي راح يدربها مستقبلا، ولا ممكن انه يجدد العقد مع منتخب سيدات فرنسا في حال ما تم التتويج باللقب مع هذا المدرب. ولكن هذا المدرب بعيد كل البعد عن المنتخب الوطني الجزائري. هو نعم كان في مفاوضات مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وحسب هذا المصدر الموثوق عزيزي الكرام الصحفي الفرانكو الجزائري أكد بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا يتخلى عن قضية التعاقد مع هيرفيرونار.
هيرفي رونار طلب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه ينتظر حتى تنتهي فترة عقده مع منتخب سيدات فرنسا بعد يمثل ويدرب المنتخب الوطني الجزائري، ولكن باه يفسخ العقد نتاعو ويجي يدرب المنتخب الوطني الجزائري على سبيل المثال في لحظات اللي دارتها الفاف باه يعلو على المدرب الجديد، ما كيناش. وبحديثنا عن المدرب الجديد أعزائي الكرام، في الوقت الحالي الاتحاد الجزائري لكرة القدم نظن باللي أنه ما راحش يتعاقد مع ولا مدرب، أو بطبيعة الحال ما راحش يقدر يتعاقد مع مدرب جديد. علاش؟ لأنه بالماضي حسب بيان الفاف اعتبرته مستقيل، ولكن بالماضي واش فسخ العقد؟ ما فسخش. الاتحاد الجزائري لكرة القدم فسخ العقد من طرف واحد، نظن باللي أنه ما فسخش أعزائي الكرام، لأنه إذا راح يفسخ العقد تاع بالماضي راح يخلي بالماضي يتقاضى يعني 26 شهر الجاية. يعني هنا الاتحاد الجزائري هو الخاسر الأكبر، فبالتالي ما دام لم يتم يعني الجلوس في يعني طاولة المفاوضات وحاولوا يفسخوا العقد بالتراضي بين الطرفين، هنا يقدروا يعني يجيبوا مدرب جديد. ولكن مادام بانه عندنا مدرب حاليا، على بالي بلي انه كاينه مشاكل والى اخره، مدرب حاليا جمال بماضي راه بعيد عن الجزائر ولكن يرتبط بعقد مع الاتحاد الجزائري، مازال لم يتم فسخه حسب مصادر وين القطريه، هنا زي كرام الاتحاد الجزائري كيفاش راح يتعاقد مع مدرب جديد؟ الا اذا تم فسخ يعني العقد بطريقه او باخرى، يا اما فسخ من طرف واحد، يا اما فسخ بالتراضي، يا اما بالماضي يفسخ العقد نتاعو زي كرام هو من طرف واحد. يعني مادام ما توفرش هذا الشرط ما نقدروش نجيبو ولا مدرب. وطبعا المدربين عندنا بزاف اعزائي الكرام اللي حابين يدربوا المنتخب الوطني الجزائري، شاركنا معاكم قائمه كبيره معوش اكد باللي انه كاين 20 مدرب حط السي في نتاعو، وايضا القائمه تضم 50 مدرب يعني شافته الاتحاديه الجزائريه لكره القدم مع السي فيات اللي وصلتنا باه يدربوا المنتخب الوطني الجزائري، ولكن واش راح نقدروا؟ ما نظنش اعزائي الكرام، مادام انه ما خرجش بيان رسمي يؤكد باللي انه بالماضي فسخ العقد نتاعو ولا الفاف فسخت عقد بالماضي من طرف واحد ولا فسخه بالتراضي. هذا هو القانون اعزائي الكرام حسب المنطق، يعني مش قانون، هذا هو المنطق. اما بالنسبه للخبر مولي اعزائي الكرام، الفيفا قدمت اخبار مفرحه للجزائريين. طبعا الفيفا قررت يعني للمره الثانيه اعزائي الكرام تواليا انه سيتم بث مباريات الليغ دو او البطوله الثانيه هنا في الجزائر على الموقع الرسمي الخاص بالفيفا، وذلك بالمجان ابتداء من يوم الجمعه. أما بالنسبة للنقطة الموالية، الفيفا أنصفت السفيرة الجزائرية بعدما أن تم إقصاء مصطفى غربال من أداء نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، وهذا الحكم الجزائري أعزائي الكرام متواجد في القائمة الأولية للحكام الخاصين بمونديال سنة 2026، والقائمة تضم 13 حكم ومن بينهم مصطفى غربال الوحيد الذي يتواجد هنا كجزائري في هذه القائمة. بالنسبة للخبر الموالي والأخير، نشارك معكم تصريحات باتريس موتسيبي التي لا تغني ولا تسمن من جوع صراحة، ولكن حبيت نشاركها معكم وانتم تعطوني رأيكم في صندوق التعليقات. باتريس موتسيبي في ندوته الصحفية قبل نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بين الإيفواريين وكذلك النسور الخضراء منتخب نيجيريا، صرح قائلا: نريدكم أن تبلغوا الشعب الجزائري بأن الكاف واثقة بأن أفضل كرة قدم جزائرية لم نرها بعد، الكرة الجزائرية قادمة بقوة في المستقبل، والمنتخب الجزائري لديه لاعبين مميزون، أنا متأكد من أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم وسيحسنون من أدائهم وسيجعلون كل الأفارقة فخورين بهم. قال لك باللي الكرة الإفريقية مازال ما شفناهاش، أو كرة القدم الحقيقية نتاع المنتخب الوطني الجزائري مازال ما شفناهاش. كيفاش يا باتريس موتسيبي يرحم باباك حاب تشوف يعني الأداء نتاع المنتخب الوطني الجزائري الذي عهدناه في بطولة كأس أمم أفريقيا سنة 2019 والتحكيم كونتر المنتخب الوطني الجزائري بالعين المجردة، يعني عيني عينك راهم كونتر لينا، فأنت كيفاش تنتظر من المنتخب الوطني الجزائري أنه يقدم كرة قدم جيدة؟ يعني خبرني. الكلمة إليكم أعزائي الكرام أنتم في صندوق التعليقات، وكما قلت لكم مسابقة الآيفون أو الفوز بالآيفون 15 برو ماكس سيتم الإعلان عنها إن شاء الله في هذا الأسبوع، أقصى حد راح يكون يوم الخميس، فالناس اللي مازال ما اشتركتش في المسابقة يروحوا يهبطوا، مازال باقي لكم حظوظ، باقي لنا 200 تحميلة فقط ونعلن عن الفائز وندخل في مسابقات جديدة. سلام.